ازيكم يا جماعه؟ معاكم طارق من تيك بيرد. عاملين ايه؟ يا رب اشوف وشوشكم بتضحك دايما. وحشني جدا، بقالي كتير قوي ما شفتكوش، وبقالي حوالي تقريبا 3 شهور وشويه او اكتر من 120 يوم تقريبا ما نزلتش فيديوز، ودي كانت يعني فتره كبيره جدا في حياتي على اليوتيوب. السبب او السؤال هنا، ايه السبب اللي خلاني اتاخر كل دوت عن القناه؟ كان لازم يبقى اخد بريك كده بعد 4 سنين دراسه، والدنيا كانت فعلا رخمه قوي بالنسبه لي. بس بعد ما حققت دوت او الهدف الاولاني بالنسبه لي ان انا احقق الفتره دي في حياتي، هيبقى في فيرجن تاني لتيك بيرد واللي هي 2.0. لوجو جديد، انترو جديده، كل حاجه تقريبا ببدا اجدد فيها، وبلان قويه جدا. وفي نفس الوقت هوبفلي ان شاء الله ان انا مش هقطع الفتره دي تاني كلها. دلوقتي نسبيا بقت فاضي عن الدراسه، شغال بس نسبيا بقت فاضي، وان انا بعمل بلان قويه وجديده جدا لتيك بيرد، واللي هي بعد ما قلنا خلاص ان في فيرجن جديده لتيك بيرد 2.0. فعلا انا متحمس جدا للفتره الجايه، لان في ابجريدز قويه وشكل جديد او شكل محتوى كواليتي اعلى. شكرا جدا لكل الناس اللي سالت انا غبت ورحت فين، دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي وتفرق طبعا. انا عارف ان انا ما كانش بقالي فتره كتيره، بس في نفس الوقت الناس اللي سالت عليا دي كانت حاجه حفزتني ان انا عايز ارجع بسرعه على قد ما اقدر. وان زي ما انتم شايفين انا كنت بريلاكس شويه، رحت كده ريلاكسيشن مديتيشن شويه كمان، اللي هو ايه، بستجم عشان ارجع بقوه اكتر وبلان اقوى بكتير. واستنوا الفيديو الجاي، هيبقى حماسي جدا، في اخبار قويه جدا على الماكس الجديده، الماك بوك برو ال 14 انش وال 16 انش، الام 1 اكس شيب، في اخبار وتسريبات قويه جدا على الموضوع دوت، في اخبار قويه جدا برضو عن نوكيا وسامسونج. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. هوبفلي ان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو الجاي، ان هو فعلا حماسي جدا. ذاتس بنات، هو ده الفيديو بتاع النهارده. شكرا جدا انك شفت الفيديو لغايه دلوقتي، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.